النهارده كان في شيء انا انبسطت منه جدا. صندوق مصر السيادي، هذا الصندوق له ترتيب جيد الان وسط الصناديق السياديه في العالم. الصندوق ده راح مجلس النواب وكان بيعرض على مجلس النواب هو عمل ايه، لانه ابتدى ناس كتير تسال هو الصندوق ده بياخد الحاجات ازاي وبيبيعها ازاي وبيبيعها لمين. فذهب الصندوق اليوم الى مجلس النواب واستعرض تقريرا عن انشطته وبيعمل ايه وبيجيب فلوس قد ايه وبيبيع ازاي وبيشتري ازاي، وهذا امر جيد جدا انا انبسطت منه. معانا الاستاذ ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عمرو. في دقيقتين ثلاثة حضرتك لو سمحت تقول لنا ملخص العرض اللي انت عملته لمجلس النواب النهاردة. تمام، احنا مجلس النواب كان بيتساءل زي جموع الشعب المصري كله على دور الصندوق ونضوج الدور بتاع الصندوق ووضوحه اكتر في الفترة اللي فاتت. دورنا بشكل اساسي هو عندنا ثلاث مستهدفات لا يختلف فيها عن اي صندوق سيادي ثاني في العالم، وهو ده اللي احنا كنا بنأكده ونوضحه، ان احنا التزمنا ب سياستنا الاستثماريه وهدفنا الاقتصادي والتنموي للصندوق. الهدف بتاعنا ان احنا نخلق ثروات للاجيال القادمه، فانا مستثمر طويل الاجل. وهدفي ان انا احقق ارباح وعائد على كل استثماراتي وعلى كل الحاجات اللي بشتغل عليها. الهدف الثاني بتاعنا اللي احنا بنؤكده ونعززه ان احنا الناس بتشتغل بمنهجيه استثماريه وسياسه استثمار علميه بتتبني جراوند اب، ما ببنيش مش بنشتغل ولا بشكل انتهازي او بشكل عشوائي، احنا بنشتغل عندنا سياسات قطاعيه، عندي قطاعات اقتصاديه انا عارف وحاطط فيها سياسه استثمار من اول يوم بدانا الصندوق في 2019، النهارده بنقول حققنا ايه في سياسه الاستثمار بتاعتنا في كل القطاعات المختلفه اللي احنا اشتغلنا فيهم. عملنا هو 16 استثمار في مدى الثلاث سنين اللي فاتوا، ال 16 استثمار دول بيغطوا قطاعات ايه وشكل الشراكات ايه اللي هي بتمثل وتجسد السياسه الاستثمار بتاعتنا اللي هي الشراكه مع القطاع الخاص وانحيازنا للقطاع الخاص. ده كان ملخص اللي احنا حكينا قصه الصندوق من اوله لغايه النهارده. بنقول احنا صندوق بيستثمر في قطاعات، ايه هي القطاعات اللي احنا شايفينها قطاعات واعده في الاقتصاد المصري، متاصله في اقتصادنا زي الزراعه زي الصناعه زي السياحه، دي قطاعات مهمه وموجوده في اقتصادنا القومي ولكن مكونها انا بحافظ عليها واكبرها وانميها واديها استدامه اكتر. طب استاذ ايمن، طب خلينا ندي نماذج تطبيقيه اللي هي دائما يتم طرحها لما يتم ذكر صندوق مصر السيادي. ارض الحزب الوطني مثلا، خلينا نشرح للناس ايه اللي حصل فيها، لان هذه الارض بقى لها وقت طويل ناس تتكلم اتباعت ما اتباعتش اتعملت ما اتعملتش. مثلا انتوا كصندوق سيادي خدتوا الارض دي عملتوا بيها ايه؟ سؤال جيد جدا. احنا الفترة اللي فاتت من اول ما ابتدينا عملنا مخطط عام لايه منطقة وسط البلد وايه المستهدف بتاعنا في منطقة وسط البلد، فاحنا ماشيين على ماستر بلان اكبر شوية واشمل عن بس مجرد ارض الحزب الوطني ومجمع التحرير ومجمع وزارة الداخلية. احنا دخلنا معانا مستثمرين في الثلاث اماكن دول، ده كان البايلوت بتاعنا، دول اول نقط احنا ارتكاز دخلنا بيهم في منطقة وسط البلد. عملنا تحالف في مجمع وزاره الداخليه اللي هو معونه، كان من اصعب المباني في التطوير والتسويق ولكن لقينا لها الاستخدام الامثل بتاعها وبقت منطقه بزنس بروسس اوتسورسنج او تعهيد اللي هي الكول سنترز ورياده الاعمال وفندق ثلاث نجوم بيخاطب البزنس ترافلرز وبيخاطب شريحه من السياحه. مبنى الحزب الوطني، الارض الحزب الوطني هي ارض احنا طرحناها طرح تنافسي طبعا في خلال الفتره اللي فاتت دي مع كل التقلبات اللي حصلت في المنطقه كلها احنا استمرينا في عمليه الطرح، والحمد لله احنا اوريدي رسينا واتفقنا مع مطورين كسبوا عمليه تنافسيه. ايوه استاذ ايمن، مين اللي خد ارض الحزب الوطني؟ شركائنا في ارض الحزب الوطني هو تحالف اجنبي اماراتي بشكل غالبيته اماراتي، والتحالف ده كسب المنافسه في بيدنج بروسس، تم انتهينا بثلاث منافسين وهو كسب من الثلاثه المنافسين. احنا حاليا بصدد ان احنا نوقع العقد التطوير النهائي، وعقد التطوير النهائي ده برضه خلينا في النموذج.